نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. يقول الله تبارك وتعالى في اواخر سوره النجم التي هي سوره مكيه كما سبق الذكر وان الله سبحانه وتعالى قد ذكر فيها موضوعا يعتبر من اساسيات القران الكريم وهو موضوع البعث والنشور وكذلك اثبات نبوه محمد صلى الله عليه واله وسلم. يقول الله عز وجل: افرايت الذي تولى واعطى قليلا واعطى قليلا واكدى اعنده علم الغيب فهو يرى. أم لم ينبأ بما في صحف إبراهيم في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى إلى آخر الآيات يقول الله عز وجل أفرأيت أي يا محمد يخاطب من النبي عليه الصلاة والسلام وألم ترى وأفرأيت يقول العلماء ألم ترى أو أفرأيت موجودة في القرآن الكريم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وكاين أفرأيت الذي تولى وغيرها من كان من شملها من شكلتها. قالوا كي يقول أفرأيت أو ألم ترى ألم ترى هذه دائما تأتي الرؤية نظرية لأنه إحنا كي ألم ترى أحيانا هذه الرؤية رؤيا نظرية بصرية عينية يعني كما يقولوا ألم ترى إلى السماء أو لم يروا إلى السماء فوقهم رؤية رؤيا عادية بصرية ومطلوب معها النظر ولما يقول أفرأيت فهذه غالبا إن إنما هي رؤيا ماذا؟ رؤيا قلبية عقلية أفرأيت الذي تولى أي أفرأيته رؤيا عقل وتدبر وقلب ولهذا قال الله عز وجل أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى وهذا أعطى قليلا وأكدى أي أعطى ثم توقف وكلمة أكدى بمعنى توقف الإنسان كما قال ابن عباس وغيره رضي الله عنهم أن أكدى بمعنى كالقوم ناس يحفروا في بئر حفروا مدة فوجدوا حجرا فتوقفوا يقولون أكدينا أو أكدينا أكدينا أو أكدينا وعلى لقينا كدية لقينا حجر فتوقفنا هكذا بعض الناس يعبد الله تبارك وتعالى وإذا به توصل مدة معينة يتوقف لماذا كنت تصلي سنوات وبطلت أسرالي لي مشكل بطلت صار مشكل بطل علاش بطلت دخلت في مشروع واشتغلت وما كفنيش الوقت باش نصلي بطلت كانت عندي ظروف قاسية وهذه كلها هذيك الكدية هذيك اللي دارها لك الشيطان لأنه ما كيش حاجة توقفك عن الصلاة ولهذا الانسان الذي يتوقف ويجعل حاجزا في الحياه عن العباده راه غلط ما كاش حاجز لا يوجد حاجز يصدك عن الله ما كاش ما عندناش هذه في الحياه نتاعنا كاين حاجه تحبس لك المشروع كاين حاجه تخليك تحبس بالك القرايه كاين حاجه تخليك تحبس تخرج من الخدمه نهائيا كاين احيانا تجيك حواجز تعطلك تحبس الصداقه مع انسان معين وكاين احيانا الحواجز تحبس لك حتى الحياه الزوجيه قال نلحقه نلحقوا هنايا خلاص فض المكتوب خلاص الامور ولات معطله ما قدرناش نكملوا تكمل بطلاق راحت هذه تقدر تكون بصح حاجز يحبسك عن الله ما كاش هذه ما كاش غير موجوده ما كاش حاجه حبستك عن ربي سبحانه وتعالى ما كاش هذه غير موجوده هذه خيال هذه الشيطان سول لك ذلك برك هذا ما كان ولهذا ربي عز وجل هنا راه ينهى عن هذه الطريق وراه يزجر عن الطريق هذه ولذلك قال قال, قال للنبي عليه الصلاه والسلام افرايت الذي تولى تولى يعني اعرض عن الله عز وجل اعرض عن الله سبحانه وتعالى وكيفاش اعرض كان في يوم من الايام كان مليح اعطى قليلا كان يمد يمد ومن توقف اعطى قليلا واكدى ما هو سبب الوقوف وشن هو الشيء اللي خلى الانسان حبس وشن هو هو النظر في مستقبل غائب وهذه نحب انا تفهمها مليح ان هذا الانسان الذي توقف عن الانفاق حبس العطاء لماذا حبس العطاء لانه خايف من مستقبل خايف من الفقر ظن انه سيفقر بعطائه لله تبارك وتعالى وإحنا ربي سبحانه وتعالى اعطانا قاعده ما نقص مال من صدقة عمر المال ما ينقص من صدقة وكيفاش انت راك تمد ومن بعد تحب او توقفت على توقفت توقفت لانك خشيت عن نفسك الفقر اذا ما دام خشيت عن نفسك الفقر عندك خبرات عندك اخبار معلومات عندك موجوده بانك انت ستفقر ما دام عندك اخبار ستفقر هذه عندك علم الغيب ولهذا الله عز وجل قال أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى هذا الإنسان راه يشوف في المستقبل تاعو بلي راح يفقر على هذيك حبس على هذيك حبس قال حبس أحبس ما زيدوش نمدوا صدقة لأنني شفت عامين ثلاثة راح نطيحوا حابسين ما زيدوش نمدوا حبس خلاص هل عندك الغيب؟ قال لك الله عز وجل عندك غيب إذا ما دام ما عندكش غيب بأنك ستفقر اليقين اللي عندك انت عند ربي انك ستغنى من عند الله تبارك وتعالى كاين حاجه عندك خبر فيها عندك يقين فيها انه ما نقص مال صدق مالا من صدقه يعني ما كاش مال ينقص من صدقه ابدا عمرها الصدقه ما هي ماشي هي اللي نقصت لك المال كان عندك شحال 500 مليون مديت صدقه في يوم من الايام لقيت روحك عندك زوج ملايين دير بالك النقصان هذاك ماشي الصدقه نقصاته حاجه اخرى بالك حاجه اخرى عمرها ما الصدقه هي اللي تنقص المال ولذلك وش قال النبي عليه الصلاه والسلام كشاف شاف بلي الامه دائما عندها واحد الشيطان يجيها ويعطي لها في المستقبل مستقبل مخيف فقال لها النبي عليه الصلاه والسلام ما نقص مال من صدقه وزاد بشرنا عليه. علاش الاحاديث نتاع اللي تطمئن الانسان من حيث النفقه كثيرة عليه لان الانسان خواف وعنده هاجس خالق خالقه فيه الشيطان ما لكثر لك كثر لك الاحاديث وحنا يا ربي سبحانه وتعالى من العنايه الشرعيه نتاعو كي يشوف فينا نقص من جهه وكاين عندنا باب كبير يخاف علينا منه واش يديرنا يكثرنا فيه الاحاديث كيما يشوف الاذان والامامه الاذان والامامه شكون هي الاحاديث الكثيره في فضل الاذان ولا في فضل الامامه؟ في فضل الامام كاين ما كاش ما عندك انت احاديث الامام كي يصلي بالناس عنده اجر ما عندوش ما عندناش احاديث والاذان علاه كاين بزاف علاه من اذن فانه ما سمع من صوته من حجر ولا شجر الا استغفر له ولي اذن 12 سنه بنى الله له بيتا في الجنه والمؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامه وغير ذلك وغير ذلك شوف شوف المؤذن شحال طالوا من, من الاذان والامامه اللي يصلي بالناس ما يقول العلماء لان الاذان يحتاج الى وقوف والى مجاهده والى صبر ان الانسان يخلي اشغاله ويوقف ويستنى وما يقدرش يروح حتى ما كان يقول لك الاذان عندي وقت معين اما الامامه لذلك يحتاج الى احاديث لازم نطمعوه المؤذن نطمعوه بزاف باش يقدر يحافظ على الاذان يقول لك انا نشد 12 سنه باش يبني لي ربي بيتا في الجنه. وما يسمعني احد الا ويسبح لي او يستغفر لي ما هو موجود من الجمادات في الارض. اما المؤل... الامام فقالوا لان الامامه اصلا فيها الدافع عنده كاين شهوه. الناس تحب تصلي بالناس. يعني كاين شهوه في الامامه. ولذلك ما يحتاجش يدير لك احاديث باش تسمى تروح تروح انت وحدك تجري تحوس عليها ولهذا ربي سبحانه وتعالى ما عطاناش في الإمامة الصغرى والكبرى حتى الإمامة الكبرى اللي هي الرئاسة والسلطان والأمير ما عطاناش فيهم ترغيب كبير عطانا فيهم تخويف لماذا؟ لأنه فيهم شهوة الناس تحب شهوة الرئاسة ولهذا ما كله يسحق يدير أحاديث يقول لك لي أم الناس نعطيه ونعطيه نعطيلو يثب الأجر ولهذا شوف الان عندنا في الصدقه شوف الصدقه صدقه لانه الانسان عنده البخل مجبول على البخل الانسان هو طبعه طبعه بخيل ما يحبش يمد على هذيك الاحاديث في فضل الصدقه نقدروا بالك ما نقدروش نحفظوها كامله مستحيل الرجل تحت ظل صدقته يوم القيامه الصدقه تطفئ تطفئ غضب الرب داو مرضاكم بالصدقات والصدقة برهان وزيد قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام باش ما نخافوش قال لنا ما نقص مال من صدقة وزيد قال لنا ي إنه يعقوبان أو ي ي ي ي ي ي ي ينزل ملكان في كل يوم في كل صباح فيقول أحدهما اللهم أعطي كل منفق خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي كل ممسك تلفا وشحال من مشحاح تجيه ضرباته كل دراهم وشحال إنسان يعطي يمد ربي سبحانه وتعالى يخلف عليه واحيانا يخلف عليك ماشي معناتها تمد 100000 يعطيك 200 لا يعني من داك تمد انت 100000 ما عاود دخل والو بصح عطاك واحد العافيه كنت قادر تخلص على على جال هذا الجملاير ملاير ولا 3 ملاير وما تبراش عطاك واحد العافيه اذا هذيك العافيه راهي مهمه وزاد قال لنا صنائع المعروف تقي مصارع السوء علاه لانه كاين واحد راهو معاك يعاونك يمشي لك على حسب النفس نتاعك زوج امور النفس والشيطان لهذا وش قال الله سبحانه وتعالى الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء شوفوا الآن شوفوا الآن لا يوجد أحد يعصي الله أو يصاب بالوسوسة أو يصاب بماذا بالإحباط النفسي يعني تكون المزاج تاعو ماهوش مليح أو يصاب بالبخل والشح أو يصاب بالأخلاق السيئة إلا وهو خائف من شيء في المستقبل عمر الانسان عمر الانسان ما يضطرب نفسيا وهو موش خايف من المستقبل مستحيل دائما حنايا عندنا في حاجه في انفسنا تلقى الانسان مقلق موش يرقد ربما منرفز مع زوجته وهو عنده خلفيه خايف من حاجه معينه راهي جايه في المستقبل ربما احيانا انت ما على بالكش هذيك الحاجه ربما قصرت مع انسان وأعطاك خبر بان هذيك الحاجه هذيك راح تخسر ولا التجاره في هذيك الحاجه وانت تاجر فيها وانت قصرت معها عادي بصح قاعدة تلاصق فيك الخبر هذا قاعد لاصق فيك وانت يوم بعد بخلفيه او باخرى الشيطان عظم لك الخوف من المستقبل فصرت مع زوجتك واصحابك وفي كل معاملتك تتعامل بخوف وانت ما على بالكش علاش خايف وهذه خلفيه موجوده في الذهنيه الانسان يبقى الانسان عنده خلفيه تخليه يعيش انسانا خائفا من المستقبل لانك انت ما تقدرش تدير حاجه تغضب رب العالمين حتى يجي الشيطان يخوفك من المستقبل لا سيما في الامور الماديه والانفاق وغير ذلك ولهذا عز... الله عز وجل واش قالنا قالنا لا امسكتم قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي لو كان الرحمه حطها لنا ربي إحنا عندنا حاكمين المفاتيح تاعها والله ما نمدوها ما نمدو فيها وليداتك ما تعطيهمش الرحمه لا خشيه الانفاق رحمة معها لو كن ربي الرحمه شت الرحمه تعودوا تعاملوا معاها كي لو كان ربي مدها الرحمه هذيك وقال لنا هذه الرحمه تاعك نتايا باش تتعامل بها مع وليداتك هاك كيما دراهم هاك باش تنفق على اولادك شحال عندك شهريه هاك شهرية تاعك باش تنفق على وليداتك وهاك الرحمه باش تنفق عليهم الشهر هذايا والله ما تزيد تنفق عليهم في الرحمه لانك تخاف تقول تخلاص لي بصح علاش راك تنفق بالرحمه تاعك تمد في الرحمه علاه عليك ترحم فيهم وتسلم عليهم وتحنن عليهم وعلى وليداتك علاه ولا ماكش خايف تخلص لك الرحمه لان الرحمه راهي مبروشيه من فوق عند ربي للولاد ما عندهاش خزائن خزائن ماهوش في يدك انت ولهذا احنا لما اعتقدنا ان خزائن المال في يدنا امسكنا خشيه الانفاق لو انكم تملكون خزائن رحمه ربي لامسكتم خشيه الانفاق قال له ربي سبحانه وتعالى قال له قول لهم انتم البشر لو كان جيتوا حاكمين الرحمه هذه وحاكمين الخزائن تاعها لو كان راكم حبستوها على الخلق خايفين تخلاص علاش نحبسوها خايفين تخلاص علاش رانا ما نمدوش خايفين يخلصوا علاش رانا نبخل خايفين يخلصوا ولذلك ما خاف احد الا استعمل كذا شوف نعطيك مثال العلماء يقولون يقو يقولون لا ضروره في الربا كيش ضروره فيها الربا ضروره وين ضرورة في حالتك اليومية حالتك حالتك أنت الآن أنا ما عنديش راني في الصحراء نمشي أنا نمشي في الصحراء ما لقيتش الماء ما لقيتش درك الآن أنا كي ما لقيتش الماء ولقيت قارورة تاع خمر باش نشربها الآن واش عندي عندي آية ياك ولا راني جيعان راح نموت ولقيت الميتة الآن هذيك الميتة ولا الخمر هما الأصل فيهم حرام الآن ربي أباحهم لي لماذا كان ضرورة ولا ماكش ضرورة كان ضرورة الآن هذيك الضرورة هذيك الضرورة راهي موجودة معايا دركا ولا راني خايف منها تسرع موجودة معايا. سما أنا كي شفت روحي باللي أنايا حقيقة راني رايح إن نموت شربت الخمر ولا كليت الميتة. أنا نسألك سؤال لو كان أنا نبدا نمشي منا منا، راني رايح للصحراء نحوس ونرفد معايا قارورة تاع خمر وزوج كيلو تاع الميتة ونجي رايح ونقول بالك إنسان ضرورة هذه دنيا يجوز لي ولا ما يجوزش؟ يجوز ليش؟ لانه ربي يعلمك شو قال لك؟ قال لك انت يا انت تعامل مع حالتك دوكا واش راك تسوى؟ وين عبك انت يا؟ وين على بالك؟ دوك يجي واحد واش يدير لك؟ يقول لك انا يا انا وهذيك الاسئله تطرح تطرح علينا غير كيما اليوم تطرح علي نفس السؤال، هذه دائما تطرح علي والان شو سبحان الله جاتنا مع الايه نتاعنا مع الايه انك انت يا خ... تخاف من المستقبل وترسم مستقبل عبك هذيك المستقبل هذا كنقول لك حاجه اكرسمو بلا ربي سبحانه وتعالى كنحيه ربي حاطو ومن بعد دير تقول انا عندي 600 في الشهر وتسمى هذيك اللي كاري بمليون ونص ولا جوج ملايين ولا اللي كاري مثلا ب 4 ملايين وناكل جوج ملايين في الشهر وتسمى انايا دوك هكذا من بعد دوك راح تزيد عندي بنيته ولا يزيد عندي طفل تسمى زيد له دراهمو زيد له كذا من بعد الحساب ومن بعد شحال نخدم انا 20 سنه 30 سنه تسمى ما عادش نشري دار ما عادش نشري دار تسمى درت حسابي باللي امبوسيبل نشري دار انايا واش معناتها؟ معناتها انا واني الكرا ونقعد كاري في الكرا وعباك بالك غدوه غدوه مول الدار يخرجك وكش ما يصرالك وهذه الدنيا وكان قد ربي يصرالك عمليه ولا تاكل لك الدراهم تاع الكرا تسمى شوف هذه الحسابات كامل معناتها انا يجوز لي نروح ندير سلفيه سلفيه تاع الربا علاه؟ اني في ضروره تسمى يا انت راك تقول للربي باللي انت ما تزيد ترزقني ابدا انا نسالك سؤال سالك سؤال انت لو كان يقدر الله على يومين ثلاثه يطول يقول لك روح تورث 15 مليار ولا 20 مليار ما تعرف ولا لا وين تعرف قال لي واحد انايا احنا ما عندنا حتى ميراث في الحياه قال لي نعرف روحي حنايا والدية كذا كلش ما كاش كاع نعرف روحي والله ما عندنا حاجه في الدار ولا في البلاد ولا عندنا حتى حاجه ما عنده والو هذا الانسان والو والو في يوم من الايام يمشي يخدم يخلص زوج ملايين 600 يلقى الفاكتور يقول له هاك بريه واش البريه هذه كاين عنده ورث تاع الاب نتاعو مخفي في فرنسا ملاير اداهم وحده هذا الفاكتور هذا شحال هاي سما هذا الانسان هذايا ما كان يستنى فيها كان يفكر في البنك ويفكر في السلفيه وكذا لانه الان الله سبحانه وتعالى هو اللي اعلم بظروفك غدوه من غدوه على راك تبني في حاجه انا نقول لك شكون اللي دار لك حياتك الشيطان هو اللي دار لك هذاك المشروع هو اللي قال لك بلي انت ما تخرج وانت عندك غير مدخول تاع 6 ملايين برك، وعلاه هو شاف المخزون تاع رب العالمين؟ وعلاه ربي يجعل لنا رزقنا في شهريتنا برك؟ ما تعرف احيانا انت تدخل 100 مليون في شهر ويعطيك ربي عز وجل المصيبة تصرف عليها 300 مليون في 15 يوم. واحيانا انت تخرج 6 ملايين وربي يعطيك عافيه تربح بها 4 ملاير. عافيه. تقدر تروح تداوي ولا تداوي نفسك ولا, ولا وليدك وتجبد شحال من المليار والله ما يبرا كيما كان. والله ما تبرا كيما كنت. وشحال من مليار تحطهم وما على بالكش كامل واش كاين لان هذا الرزق والله ما انت اللي تحسبوه ولا انا نحسبه يعني الرزق هذا راه انواع من عند رب العالمين ولذلك العلماء واش يقولوا يقولوا بك الضروره واش هي الضروره وين خلاص الانسان يعني العلماء العلماء شوف العلماء اللي نعرفوهم جوزوا الضروره تعريبة هم هما شكون بواحد القيود لازم انت تروح تحكي للعالم هذاك تحكي له بالقيود هذية أولا يقول لك هذا الإنسان راح يتعرض إلى ماله أو عرضه أو صحته الأمر الثاني ما عندوش باش يأجر أصلا ماشي باش يكسب ما عندوش باش يأجر لأنك تكون مؤجر ماكش في ضرورة عندك أعطاك ربي رزق أعطاك رزقك باش تأجر كاين اللي ما عندوش باش يأجر الآن ونسأل الله يفتح الجميع نسأل الله يفتح الجميع إذا الآن واحد راهو عنده باش يأجر ماكش في ضرورة ولو كتب عليك الله تاجر حياتك كامله ماكش في ضروره وانت يا ماركش مسؤول انك تخلي ولادك دار عند ربي يا ماكش مسؤول انت راك دير لي عليك ولا كان تخلي لهم 10 عشر 20 ان شاء الله تخلي لهم اكثر من ذلك بصح ما قدرتش تخلي عند ربي محشي يديك للنار انت راك دير لي عليك ورزقهم على مولاك سبحانه وتعالى اللي راه يرزق فيك درك يرزقهم من بعدك كي تموت انت ما يقطعش رزقهم وشحال من الناس فتح عليهم ربي كيما ولذلك الانسان يدير في حسابه باللي ما نديروش حنايا ضروره امام انفسنا ومن بعد واش نديروا؟ نروحوا الى الحرام، نقولوا باللي هذه مستحيله راح نكسبها، اذا لازم نروح نجيبها، وهذا والله يا اخواني الكرام هو مصداق قول النبي عليه الصلاه والسلام لا يستبطئنكم ان لا يستبطئنكم ان لا يحملنكم استبطاء الرزق ان تاخذوه بمعصيه الله. ما تقولوش راح ما حش ما نجيبها وما راحش تجيني وما نقدر عليها ومستحيل والحسابات ما يخرجونيش اذا انا الجا الى الحرام لاني في ضروره الضروره ماشي هذه الضروره العلماء يقول لك انسان ترمى به ببناته وولاده ومنهم من يشترط يكون عنده البنات فقط ويروح هذا الانسان يترمى في الزنقه واذا ترمى في مكان هذاك المكان لا يليق به صحيا وزيد على ذلك راه معرض بأبناته او زوجته الى عرضهم والامر الثالث راح ينضر ربما يعرض هو الى القتل او غير ذلك يعني يبات في الشارع راح في الشارع وما عندوش ما لقاش لا يكري ولا لقى يسلف ولا لقى حتى حاجه فهنا يلجا الى من يلجا الى القرض تاع الناس عادي القرض الحسن اذا ما لقاش يقرض باش ياجر ماشي باش يشري اذا ما القرض فانه ياثم اهل البلده الاغنياء تاع البلده هذيك ويجوز له بعد ذلك يعني ضيقا تضييقا يجوز له انه يؤجر او ياخذ قرضا من البنك اذا ما لقاش القرض الحسن بصح العلماء واش يقولوا؟ يقولوا هذا بعد ما يستوفي يمر على اغنياء البلده ويقرض منهم الى ما قرضوش يروح يقرض من البنك ويأثم اغنياء البلده اغنياء البلده ينزل عليهم الاثم لانهم اغنياء البلده كما اعطاهم ربي المال فهم فرضوا كفايه عليهم انهم لا لا يتركون احدا من الفقراء يذهب ليبيع عرضه او يذهب الى الحرم باش ياكل ويشرب ولا يسكن روحه ولا فلذلك الان إحنا مع ربي سبحانه وتعالى في الاحكام الشرعيه وهذه اللي حاب الفكره نوصلها لك في الاحكام الشرعيه نتاعنا إحنا طيح ضروره ماشي ضروره وحالتك تاع مشي حالتك تاع تفكر غدوه ماشي غدوه تقول ليش انا اسمعني عندي مشكله دوك الطفل هذا يكبر ما نلقاش وين نديرو لازم انا عندي بيت وكوزينه والطفل دوك يكبر وعندي زوج دوك يكبروا ونحطهم لازمني من دركا ندبر حالي نروح نجيب ندير كريدي بونكار باش نشري دار باش نقدر نحط البنات وحدهم والولاد وحدهم وين على بالنا ولادك يعيش ولا تعيش انت ولا وين على بالنا علاه كدير في حسابات على 10 سنين وحاب دير الري دركا ولذلك انت مطالب الان بمعرفه حالك الان وعلى العلماء يقول لك الضروره تقدر بقدرها تروح عند العالم عالم عالم ويبدا يدي منك في المعلومات في كل حاله في كل حاله تاع ولا تاع ولا باش العالم هذاك يرجع لك الحل الحرام حلال وش يدير لك؟ يقول لك انت اعطيني معلومات يبدا ينحي منك في المعلومات هو مش انت تحكي حكايتك هو يدي منك المعلومات كيما طبيب كيما طبيب يقول لك يوجعك راسك واش كليت البارح هو هذا العالم يدير لك يدي منك قال المعلومات كي يدي منك المعلومات كامل يقول لك نتايا يجوز لك لا تعمل هذيك ولا ما يجوز لك في هذه الحاله هنا واش راح يدير لك راح يرجع لك الحرام حلال الحرام راح يرجعوا لك حلال فتوى هذه فتوى ماهيش نازله ايه على جالك انت ولا لا, لا. هذه فتوى تليق بك انت برك فقط ليك انت اما غيرك ما يجوزلوش حتى يجي يسقسي هو ثاني العالم هذاك والعالم هذاك ياخذ منه معلومات ويسقسيه ويعطي له الفتوى تاعو بالك يجوز في حقك وما يجوز في حقه هو. ولهذا العالم مش راح يسقسيك على حالتك تاع دركا مش تاع غدوه. دركا واش راك تسوى؟ باش اسكو يجوز ولا لا لا؟ فهمت؟ ما تقولش انت انا غدوه واش راح يصرالي؟ ولهذا يجب علينا يا اخواني الكرام الا نلعب بدين الله والا نبني عقيدتنا او احكامنا الشرعيه على تخويف من خوف من المستقبل المستقبل لا يملكه الا الله ولهذا طاشت كثير من الاذهان والاحلام واضطربت كثير من النفوس والقلوب والنفسيات من اجل التفكير في المستقبل المستقبل بيد الله تبارك وتعالى خليه راه بيد الله انت اعمل تاع اليوم وربي عز وجل ما عملته من خير اليوم ستحصده غدا ان شاء الله ولهذا الإنسان الذي توقف عن العطاء قال وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أو يشوف المستقبل باش يحبس النفقة لماذا توقف عن النفقة هل يرى المستقبل هذا الإنسان هل قال له واحد راح تولي تفقر كيف من جاب هذه المعلومة قال الله عز وجل وهو ينكر عليه وهو ما عنده, ما عنده علم هذا الإنسان قال أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى يعني ما شافش هذا الإنسان التعاليم والقوانين الموجودة في صحف موسى وإبراهيم يعني بمعنى صحف إبراهيم وموسى المكتوب فيهم هذه القوانين الربانية بأن الله بيده ملكوت كل شيء وأن من التزم طاعته وقد وفاها فإنه سيسير سي على طريق مستقيم ويعطيه الله عز وجل الخير العظيم في الدنيا والآخرة وأنه من أنفق فإن ماله لا ينقص من نفقه ثم يقول الله تبارك وتعالى وإبراهيم الذي وفى شوف ربي سبحانه وتعالى إبراهيم الذي وفى ماذا وفى إبراهيم إبراهيم ماذا وفى إبراهيم يقولون وفى الكلمات وإذ ابتلى إبراهيم ورب إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين الله سبحانه وتعالى يقول وإبراهيم الذي وفى قال العلماء وفى طاعة الله والأمر الآخر أنه وفى, وفى يعني بمعنى ما وعده ما, ما أمر الله أمره الله عز وجل أن يفعله من, من أهم الأمور أن يذبح ابنه فكان قد وفى ما أمر الله به يعني وفى أي بمعنى أسلم لله تبارك وتعالى ووفاء إبراهيم كذلك في ترأسه الحنيفية السمحة وهي ملة الملة العظيمة التي نحن نتبعها وهي لا إله إلا الله لأن إبراهيم كان أمة وكان قد واجه أباه آزر وألقي في النار من أجل ماذا؟ من أجل كلمة لا إله إلا الله ألقي في النار وربنا سبحانه وتعالى أنقذه بأن قال كوني بردا وسلاما على إبراهيم وزد على ذلك واجه هؤلاء القوم بأبيه ومن معه يعني ولم يخف وهو فتى قالوا سمعنا فتى يذكرهم فتى كان فتى صغيرا ومع ذلك فإن إبراهيم كان رجلا يعني صاحب توحيد وقائما وقائم وقائم على هذا التوحيد العظيم لم يزغ عنه أبدا ولم يشك أبدا حتى وصل إلى درجة اليقين التي قال فيها لله ربي أرني كيف تحيي الموتى أعطاه ربي عز وجل الطريقة كيف يحيي الموتى حتى يزداد يقينا وقربا من الله تبارك وتعالى وتاكيدا. ولم يسال السؤال هذا شكا وانما ساله حتى يزداد يقينا. ولذلك الان ابراهيم ربي عز وجل جعله امة، قال ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا. يعني رجل خالص ولذلك هو خليل الله. ان الله ان الله اتخذ واتخذ الله ابراهيم خليلا. وقال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا. فابراهيم اذا هذه الصحف التي نزل التي نزل الله عز وجل على موسى وعلى ابراهيم ذكرت كذلك في سوره الاعلى يوم الجمعه لما نقرأه نقرأه في صحف ابراهيم وموسى فصحف ابراهيم وموسى التي نزلت لانه موسى نزل عليه التوراه والصحف عنده التوراه والصحف وابراهيم له هذه الصحف الصحف والالواح التي القاها هذه الصحف وال الموجودة عند موسى وابراهيم وش فيها؟ قال الله عز وجل: ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وهذه هي الجملة التي هي عليها مدار الحياة نتاعنا احنا. عليها مدار الحياة. ألا تزر وازرة وزر أخرى. احنا نبدأ هذه الحكاية هذه نردوا على الناس قبل اللي راهم يستعملوا هذه الايه في غير محلها. هذوك الناس اللي تجي تنصحوا ويقول لك كل شات تتعلق من رجلها. ولا هذوك النوع من الناس اللي ما يحبوش يامروا بالمعروف وينهوا عن المنكر وكي تقولوا يا فلان روح نصح خوك رو ما يصليش. يقول لك يا ودي كل شات تتعلق من, من رجلها. وهذه بعض الناس اللي يقول لك كي يا فلان اتقي الله عز وجل يقول كل واحد يتحاسب في قبره. كل واحد يتحاسب في قبره. يا إخواني الكرام هذه استعمال هذه الكلمات في مثل هذا الموقف هذا ظلم في حق الله عز وجل. هذا رانا نقوله الرب عز وجل تسمى ما كش الأمر معروف عن المنكر والدين النصيحة ولا مش دين نصيحة كي نقولوا الدين نصيحة ونقول الأمر والنهي عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إذن علاش تقول لي كل شيء تتعلق من رجلها أنا نقول لك كل شيء تتعلق من رجلها وكل واحد يتحاسب في قبره وكل هذه صح عندك الحق بالعكس انا نقول لك لا شات ولا قبر كاين كلام ربي فوق هذا كامله الا تزر وزيره وزر اخرى بصح واش معناتها هذه الكلمه هذه؟ الا تزر وزيره وزر اخرى معناتها كي ندير انا الذنب كي انا الذنب انا ما يخلصوش ولادي وكي ندير انا الذنب انت ما تخلصوش يوم القيامه ما تخلصوش بصح نقدر ناثر عليك في الدنيا بالذنوب تاعي نقدر الشتاء ما على جلي انا كي نبيع برا انا ونسرق في الميزان وكيكون عندي المال وما نخرجش الزكاه راح يحبس ربي المطر يحبس علينا المطر ويسلط علينا جور السلطان ويولي العدل ماكاش كاش نواش هذا يا مقطع الزكاه وتطفيف الكيل والميزان وانتشار الفحش الفاحشه والفجور في الشوارع برا الناس تولي تتبجح بالفساد تولي امراه يعني في سن الزواج او او متزوجه او احيانا ام ترقص وتصور نفسها وترقص بمفاتنها ثم تطلق ذلك الفيديو في التيك توك ولا في الانستغرام ولا في وسائل التواصل حتى تكسب بذلك كثير من السيئات قبل ان تكسب كثير من الاعجابات. هذه وتجعل ذلك صدقه سيئه جاريه في عاقبها تموت وتخليها. تخلي الناس تشتهي فيها وهي ميتة هذا ال... النوع من البشر هذوما كي تتكلم معهم يقول لك ألا تزير وزيرة وزيرة أخرى لا لا هذوما تزير وزيرة وزيرة أخرى هذوما راح يأثروا فينا هذو يأثروا فينا في حياتنا اليومية رنا ركب كامل في سفينة واحدة وشفتوا النبي عليه الصلاة والسلام كي ذكرنا حديث سفينة قال مثل 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 قوم ركبوا استهموا سفينة ركبوا سفينة وكل واحد وين طاح المكان تاعو جماعه لتحت وجماعه الفوق جماعه لتحت وجماعه الفوق والتحت هذوك كانوا قاعدين يخرقوا فيها يثقبوا فيها والاخرين الفوق قالوا اسمعي روحوا نهضروا معاهم هذو اللي تحتهم يتثقبونا في السفينه دوك نغرقوا كاع روحوا كان الاخر خليك منهم دبر راسهم دوك يدخل عليهم الماء وحدهم هذو احنا رانا الفوق احنا الحمد لله احنا خاطينا هذوك اللي يقولوا حنا عليهم جحاه هذاك اللي قال لك تخطي راسي انا نفس الحكايه هذيك اللي تاع السفينه كيف كيف ومن بعد احنايا كي نقولوا شوفوا السفينة هذيك تغرق نغرقوا فيها كامل الروح كامل وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام احنا رانا كامل في سفينة كامل سفينة واحدة يعني دير في بالك يا أخي الكريم بلي بل هذاك الجفاف اللي صابنا وهذيك الزروع اللي خسرت وهذيك اللي ضربها الريح وراحت وهذيك الثمرة اللي قتلتها الشتاء هذيك بسبب الذنوب اللي رانا نجهروا بها وهذا عدم وجود العدل وغير ذلك كله من هذا كله من هذا إذا لازمنا نأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ألا تزر وازرة وزر أخرى يوم القيامة يوم القيامة يعني أنت أنت وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء أنت يوم القيامة إيش يقولك أسمع بابك وعنده واحد زوج ملاير تاع السيئات تقدر تتحملهم تديهم واحد ما يديهم وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى ولو كان بويك قال أنا عندي راه راه تاع هذا دوكا تقدر تدخل الحانوت وتقول له اسمع الاب نتاعي شحال عنده خمسمية الف كريدي انا نخلصهم معايا مش مشكله تقدر هنا ترجل شويه لاباس يوم القيامه تقدرش يوم القيامه يفر المرء من اخيه وامه و... و... وابيه وكاد و... وقال زيد زي قال لو يفتدي لو يفتدي أبوك يعني يفتدي ماشي تهرب قادر تمدهم انت وتهرب تمدهم تمدهم قول له ربي يديهم هما الجهنم وخسلكني انا يعني. تفتدي تفتدي كثر من يفر كان يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه وكان يود المرء يومئذ لو يفتدي لو يفتدي يومئذ من من بنيه يروح ماذا به هذوك الاولاد اللي كان على جالهم يشري لهم ويلبسهم ويحبهم وماذا بهم ويشوفهم خير منه في الدنيا يوم القيامه ماذا به يقول ربي عندي واحد ست اولاد ولا خمس اولاد لا دخلهم هما جهنم وانا سلكني تفتدي بهم تفتدي عابكش ما تفتدي معناتها تضحي بهم يوم القيامه معناتها يوم القيامه واعره ماشي سهله ولذلك يقول احد العلماء يقول كان رجل واحد الانسان كان هو مرته تاعو وضرب زلزال قال و... 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 وعندنا رضيع قال عندنا رضيع صغير زاد جديد قال وال... والزوجه من من شده الهول تاع الزلزال هذاك والخوف حملت نعلين رفدت صباط رفدت الصباط وحضناتو هربا خرجت برا عم تقول وليدي الحمد لله سلك او في عندي او في حضني وهي رفدة صباط قال علمت قال انا تم شفت الايه تاع ربي هذيك اللي قال يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها يعني هذيك من الخلعه نتاعها خلت وليدها ورفدت صباط ماهيش فاهمه شكون وليدها شكون صباط يعني العقل غاد خلاص الانسان ما عرفش واش كاين لانه هول عظيم هذاك اليوم ما تقدرش ما تقدرش تقول إن انا نقدر ناخذ لذلك الا تزر وزيره وزراء اخرى و... وان لا تزر وزيره وزراء اخرى من ناحيه اخرى اللي رانا حنايا نغلطوا فيها ونقولوا عباك هذاك خرجوا ولادو معوقين خاطر كان ياكل الحرام خاطر كان يضحك على الناس عباك ولادو علاش خرجوا تالفين خاطر هو هذا الانسان هذايا كان يضحك على الناس يعني هذه شماته وما يجوز هذه ما تقدرش انت تحكم على انسان باللي هذاك خلاص تاع هذيك الحاجه تقدرش هذه يسموها شماته ولا يجوز لانك ما تقدرش تعلم ان هذا الامر بسبب هذا الامر ما تقدرش احنا نخافوا على انفسنا اننا اذا وكلنا لاولادنا الحرام انهم يخرجوا الصالحين لانه كي توكلوا الحرام مش يخرج لك صالح الا اذا لك ربي معجزه بصح لك كان ما خرجوش اولادك صالحين ما نقدروش نقولوا لك بسبب انك وكلتهم الحرام لان ما على لا بالناش باش نلصقوا هذيك مع هذيك لا يعلمها الا الله ولذلك لا تجوز الشماته ما يجوزناش ما نقدروش نقولوا اي باين هذاك علاه ولادو خرجوا معوقين علاه وليدو هذاك خرج مريض ناقص علاه خاطر هو كان يضحك على الناس خاطر هو كي كان صغير صرات له هذيك ودار هذيك ودار هذيك وصرا له دوكا كي كبرها في ولاده نربطوا هذه بهذه يا رجل الا تزر وزيره وزر اخرى يا كي نقولوا تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر تقول ألا تزر وزيره وزر أخرى. وكل شيء تتعلق مرجلها. ودركا كي تشمت في الناس تقول لي هذه بسبب هذه. شفت كيفاش احنا نخلطوا؟ كاين آيات مظلومه، كأن آيات نجيبوها نحطوها في غير موطنها. إذا ألا تزر وزيره وزرة أخرى زوج قوانين العلماء يقولوا فيها. القانون الأول تاع السيئات، القانون الثاني تاع الحسنات. قال ألا تزر وزيره وزرة أخرى هذه في باب السيئات. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى في باب الحسنات في باب السيئات ألا تزر وزرة وزر أخرى بمعنى أن ما من إنسان يموت وعليه ذنوب فإنه سيتحملها وحده فقط هل يأخذ إنسان معه ذنب هذاك الإنسان الذي دعاه إلى ذلك الشر لو كانت تكون اللي علمت هذاك الخمر أنت لي درت صديته عن الصلاة أنت لي درت له تدي معه الوزر صح هو الوزر نتاعو راح يديه وحده والوزير تاعك تديه وحدك انت فاذا اما الناس الذين يضللون الناس فهذيك حكايه اخرى من دعا الى ضلال من دعا الى ضلال كان له به به وزر الى ضلاله كان له وزرها ويزر من عمل بها الى يوم القيامه لا ينقص ذلك من وزرهم شيئا ولهذا قال الله عز وجل يحملون اوزارهم واوزار واوزارهم يعني يحملونهم اوزارهم على ظهورهم واوزار الاخرين الذين دعوهم يعني يحملون أوزارهم هم وأوزار من دعوهم إلى تلك الضلالة إذن كل واحد فينا ألا تزر وازرة وزر أخرى يعني نديروا في بالنا باللي كل واحد كل واحد فينا يدير في باله باللي راح يتحاسب على سيئاته هو بنفسه وإن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى من يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ليروا أعمالهم يجيب لك ربي ويوري لك الأعمال تاعك كما ذكرنا في حديث خطبة الجمعة في الميزان أنه يجيب لك الأعمال وتراها تشوفها يروا أعمالهم كل أعمالك راح تشوفها كل أعمالك اللي نسيتها واللي ما كما قال الله تبارك وتعالى أحصاه الله ونسوه إذا كل واحد فينا راح يشوف أعماله يوم القيامة هذا هو القانون هذا القانون اللي لازم تمشي به نتايا لانه حنا شوف نحبس لك هنا ونعاود نذكرك بحاجه قلناها غير كيما باش نقدروا نربطوا اي واش قلنا؟ قلنا كاين حنا زوج حوايج نتعاملوا معهم كي القران الكريم ولا الاحاديث كاين القانون وكاين رحمه الله. انت في الدنيا ما تتعاملش برحمه الله. رحمه الله سناها يوم القيامه الله توسعني وتوسعك. بالصح في الدنيا ما تتعاملش برحمه الله تعمل بالقانون. شفت ربي لما قالك الحسنة بعشر أمتارها بسبعمائة ضعف يضعف من يشاء وألا تزير وزيرة وزيرة أخرى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أو يقول لك باش تخدم القانون اللي تخدم به والعقلية اللي تخدم بها في الحياة تلقى دير الخير تلقى الخير دير الشر تلقى الشر يا عبادي إنما هي أعمالكم وفيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وراهي رحمه ربي رحمه ربي وراهي وراهي ديك 99 رحمه اللي مخبيها لنا يوم القيامه والشفاعه تاع النبي عليه الصلاه والسلام على ما قالهم لناش هنايا في الحديث هذا لان الحديث حديث عمل ماهوش حديث رجاء لان القانون يقول لك ربي القانون اللي تخدم به هو الحسنه تلقاها والسيئه تلقاها وكي تقول له انت الرحمه وراهي الرحمه خليها يوم القيامه دخلش راك فيها على يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء أنا نسألك سؤال عندك ضمان أنه يغفر لك عندك ضمان أنه يدخلك في جماعة الرحمة إذا تعطيني ضمان دركة تعطيني ضمان باللي أنت يوم القيامة راك مرحوم وراح يتجاوز عليك وراح يسترك يوم القيامة أنا والله دك نقول لك حبس الصلاة ونروح دير وش حبيت نقول لك دوك أنا نفتيلك ونقول لك باللي الجنة 100% داخلها هل عندك ضمان؟ ما عندكش، ما عندكش ما عنديش. ما عندكش الضمان ما عنديش ضمان. إذا كي ما عنديش أنا ضمان وأنت ما عندكش ضمان. ماشي مليح لينا نروحوا نحكموا القانون ونخدموا به ونسكتوا. ويوم القيامة نرجو رحمة الله. كي نجوا واحد نموتوا في الدقيقة الأخرى ما نبداوش نقولوا من يعمل خيرا يراه ومن يعمل شرا يراه، نقولوا يا ودي إن شاء الله ربي يرحمنا برحمته. وأنا أنا طامعين فيه. وراح نلاقيو مولانا. وحنا نحسنوا الظن في الله. وعلى بالنا بلي أنا خاربينها. وان شاء الله يوم القيامه نلقاو غير رحمه ربي تستنى فينا هذا مكان كان اعمالنا ما نشتكي عليها والو غير حاشمين بها وخلاص بصح دركا دركا كي رانا حيين ونجبدوا خدمه اخدم وشنو هي الخدمه الحديث قال لك هكذا من وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه اذا يا اخي الكريم كي تمر انت في الايات والاحاديث تمر على احاديث وايات تتكلم عن السيئات والحسنات هذيك انت القانون تاعك تخدم بها حسنات خدم سيئات اترك هكذا ها خدم وقال اتبع الحسنات السيئات السيئات الحسنه تمحوها قال النبي عليه الصلاه والسلام هذه كلها ان الحسنات يذهبن السيئات ادخل في السوق هذا انت خدم به هذا هو السوق تاع الخدمه تاعنا اما رحمه الله يوم القيامه والشفاعه تاع النبي عليه الصلاه والسلام ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء هذه كتب والله ما عندك فيها ضمان ولا انا عندي فيها ضمان ما نقدروش نتكلموا عليها هذيك خليها ان شاء الله تقيسنا يوم القيامه واما احنا درك نخدموا في الخدمه تاعنا هكذا عمل المسلم ماشي في الخدمه تاعك انت ياك تعصي في ربي وتقول ربي غفور رحيم او مخبينا 99 رحمه على بالك والرسول عليه الصلاه والسلام كل واحد يقول لا اله الا الله رح يشفع فيها وعلى بالك اللي لا اله الا الله يدخل الجنه تسمى رسميا وما ما تخدمش هكذا تولي ما كاش فايده تاع القران والاحاديث ما كاش فايده ولهذا يجب أن نتعامل معاملة حسنة مع النصوص ولهذا المصيبة ما راهيش في الدين المصيبة فينا احنا ما نش فاهمين الدين احنا القرآن والآيات ما نش فاهمين كيفش نتعامل معاهم تعاملنا معها مع لبناش شفت آية نتعامل بها كل شات تتعلق مرجلها وقتاش نستعملوها في الأمر بالمعروف النهي عن المنكر كي يجي واحد ينصحني يقول وي ايه كل واحد يتحاسب في قبره كل شيء تتعلق م... علاه ياك ربي قال لك الدين النصيحه خوك راه يوري لك كيفاش تقول له لا تزر وزيره وزر اخرى الا تزير وزيره وزر اخرى كي تموت نتايا على الخمر انا ما عندي معاك والو دبر راسك وحدك يبقى واش ندير لك انا ولا واحد صلح وليداته وليده هذاك وهو يفسد ما عندي ما ندير له انا وليدي جريت عليه وسقمته ونصحته ودرت له كلش الا تزير وزيره وزر اخرى او ان انسان راح يخطب امراه إذا كان هذيك المرأة هذيك عندها خوتها عيانة وهي ما شاء الله واش دخل الخوتها فيها هاي خوتها هي ما شاء الله مدينة وتستحق الزواج ما شاء الله واش دخل ختها فيها ألا تزير وزيرة وزيرة أخرى لماذا بسبب إنسان واحد تخسر كاع العائلة هنا هذا الإنصاف ألا تزير وزيرة وزيرة أخرى نتعلموا منها الإنصاف وأما قول الله تبارك وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى هذه فيها علم كبير ثاني هذه فيها علم كبير العلم الاول قبل ما نبداو ندخلوا في معناها هو انك انت يا اللي عندك الاب تاعك امام ولا حافظ 60 ولا كان في جمعيه علماء المسلمين ولا كان صاحب البشر الابراهيمي ولا صاحب بن باديس ولا تلميذ تاع فلان ما راح يدير لك والو ما يدير لك والو باباك يعني الانسان ليس بابيه ولا بامه الانسان من هو انت شكون اعطينا انت شكون انت يا بابك ولا شهيد ولا فلان ولا الشهيد الفلاني من العائلة تاعنا ولا انت اعطينا البطولة نتاعك درك انت ورينا انت واش ورين راك اما الانتساب عمر الدين ما جعلنا الانتساب بطولة ولا منهج شوفوا المنهج تاعنا كيف سد ولا عبارة عن انتماء الى شيخ تولي انت يا ما شاء الله المنهج تاعك سني الله يبارك بالانتماء بشيء لم تشهده البشرية من قبل بالانتماء ولا الدين صحيح ولا خطا تنتمي فقط تنتمي وتتبرا الدين تاعك يولي فاسد ولا صحيح ولذلك يقول العلماء ما كان ذلك في الدين شيء انهم يختلفون ان اختلافهم في الاشخاص اختلاف الناس في الاشخاص يجعلهم يختلفون بينهم عمرها ما كان في دين الاسلام ابدا كل كتب تجريح الجرح والتعديل موجوده عمرها ما وجدت هذه في حياتها ألا تزر وزيرة وزر أخرى الدين تاعنا يا إخواني الكرام قيمتنا ما هيش بالانتساب قيمتنا مش أنت تنتسب ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة حتى صاروا يراسلون بعضهم البعض كما في قصة سلمان الفارسي قال له واعلم أن الأرض لن تقدس أحدا الأرض لا تقدس أحد الأرض مستحيل تقدس واحد وإنما يقدس المرأة عمله وقال النبي عليه الصلاة والسلام من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه كاش الانتساب ما يدلك والو يوم القيامة وإنما لعاونك هو عملك نكمل بعد الأذن إن شاء الله اذا وان ليس للانسان الا ما سعى نفهمها مزوج حوايج اخواني الكرام شوف باش الايه تعطينا زوج معاني المعنى الاول الانسان مع نفسه انت واش سعيت في الحياه ولا في الممات تسعى في الحياه كي تموت يحبس السعي ولا ما يحبس يحبس اذا وان ليس للانسان الا ما سعى اي في حياته برك يعني يحبس يحبس العداد يحبس كيموت هو يحبس هل يتوقف العداد كي الانسان ولا لا؟ كاين الناس احياء في الدنيا احياء في الاخره. وهم في القبور احياء. وهم الذين وفقهم الله لان يتركوا صدقات جاريه، نسال الله يوفقني واياكم لذلك. ولهذا شوفوا في صحيح مسلم عن ابي هريره قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا مات الانسان وهذه ان شاء الله يسمعوها المؤثرون المؤثرون اللي ربي سبحانه وتعالى اعطى اصوات يسمعوها الملايين يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من احدى ثلاث من ولد صالح يدعو له خرج ولد صالح ولد صالح على الاقل يدعو لك الله ما يكونش عالم ماشي لازم يكون عالم ماشي لازم عالم يدير حلقات الناس صالح واش معناتها صالح معناتها حتى ولو يخرج انسان كهربائي ميكانيكي يخرج واش يخرج رجل صالح يصلي في المسجد ماشي ظالم ما يبيعش مخدرات يحسن الى الناس يعاون الجيران يعاون الضعفاء تلقاه يحوس ينتمي الى الجمعيه الخيريه ينظف يدير عمليه التطوعيه صالح يصل الرحم كل ما افسدته العائله يصلحه هو صالح تموت انت وتخليهم مراك راك في نعيم عظيم الحاجه الثانيه قال النبي عليه الصلاه والسلام او صدقه جاريه ينتفع بها خل الانسان بئر عين تجري خلى شجرة حتى كما قال عليه الصلاة والسلام يعني وفي كل رطب وفي كل كبد رطب صدقة وقال عليه الصلاة والسلام الرجل يغرس الغرسة فينتفع منه من قال يستظل به المار واحد جايز يستظل تحت شجرة تاعك هذا يريح يرتاح شوية تحت شجرة هذيك ولا يمشي تحتها مدة معينة عشر ثواني هو يمشي تحت الظل تحت الشجرة تاعك عندك بها أجر أو يجي عصفور يأكل منها من ورقها او الدوده تاكل من ورقها دوده شفت الدوده تاكل من ورقها لك بها اجر او يجي العصفور ياكل من ثمرها او زهرها لك بها اجر هذه صدقه جاريه وكاين الصدقات الجاريات الان كثيره جدا يا اخواني الكرام لا في زمن هذه العولمه زمن هذه الوسائل واسمعوا مليح يا ايها المؤثرون نسال الله يوفقني وإياكم للخير اسمعوا مليح واش قال في اخر الحديث النبي عليه الصلاه والسلام قال أو علم أو علم نافع ينتفع به حاجة تنفع بها الأمة حاجة تنفع بها الناس كلمة طيبة ولو تقول للناس نقوا ديوركم نقوا الشوارع تاعكم أعطي لهم حديث آية تكون صحيحة حاجة كلمة طيبة ارفدها من عند إمام ووزعها ارفدها من عند إنسان خطيب اسمعها استفيد وترجمها بالدارجة وأعطيها للناس معليش ماش مشكلة ماهوش افضل من اللي تنشر حاجه تاع ولا حاجه اللي ربما بسببها اليوم الناس راهي تطلق في بيوتها ماهوش ماهوش الانسان اللي يموت اليوم يا اخواني الكرام شحال من واحد مات وخلى موراه البومات من الغناء وشحال من واحد مات وخلى موراه العري والفساد وشحال من انسان درك الناس وشحال من امراه رام الناس يشوفوا في مفاتنها وهي تحت القبر نسال الله السلامه والعافيه شحال شحال من هذا الناس نسال الله ان يعفو عنهم ويتجاوز عنهم والهداية إلى هذه الأعمال توفيق من الله تبارك وتعالى نسأل الله يتقبل ولهذا إذا مات الإنسان هو يموت بصح يبقى العداد يمشي وهذا من توفيق الله تعرفوا أنه لا شك لا شك أن الله يحب عبدا أنه إذا مات ذلك العبد يعني ربي عز وجل يأبى إلا أن ذلك العبد يموت ويبقى العداد يمشي مثل الصحابة الى يومنا هذا رضي الله عنهم وارضاهم الى يومنا هذا انت وانا وكل واحد فينا روي يصلي ولا يسبح ولا يذكر ولا يحج ولا يعتمر ولا يصوم ولا يتصدق ولا يزكي الا والصحابه عندهم في ذلك اجر وحتى في وضوئنا وحتى في استنجائنا الصحابه عندهم و... عندهم اجر في ذلك لماذا لانهم هم الذين نقلوا لنا هذا الدين يعني دركة تحب ولا تكره الصحابه يدوا معاك الاجر صباح وعشيه حتى اليوم القيامه هم يدوا الاجر مع المسلمين لماذا؟ لأنهم نقلوا لنا الدين والأحاديث. ومثلهم أصحاب الحديث والناس الذين رووا لنا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ومثلهم الناس الذين نقلوا لنا القرآن الكريم. الآن تخيل أبواب الخير كثيرة. شحال من إنسان يفعل خير ويبقى العداد يمشي. هذا هو العمر المديد. هذا هو العمر الطويل. واش من فايدة تعيش 90 سنة وأنت ما تسوى شيئًا؟ واش من فايدة تعيش 90 و100 سنة وأنت الناس تنتظر متى يستريحون منك؟ واش الفايدة؟ من شو فايدة وشو فايدة موجود في الأرض والشجر والحجر يتسخطون منك ويلعنونك ويقولون هذا الإنسان بسببه راه الجفاف موجود في الأرض لأنه راه يكفر بالله وش الفايدة؟ لأنه البركة بركة عمر ماهيش مسألة إعداد ماهيش مسألة أنت موجود في الأرض المسألة مسألة أنت كيف راك موجود في الأرض هذا هو الأصل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى شوفوا يا اخواني الكرام شوفوا الكلمه هذه وان ليس للانسان الا ما سعى لو كنت تاملوا فيها واحد التامل مليح 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 فيه بعد تعرفوا شنو نلقاو فيها عبالي بالي كون نسالكم طولوا ما تلقاوهاش على شنو نستفادوا منها الكلمه هذه فائده جميله جدا انك انت بقيمه سعيك ان عمر الانسان هو سعيه يعني انت وش راح تسوى كامل عند الله وان ليس للانسان الا ما ساعة وين المال وين الجمال وين هذك العينين الشابين وين هذك اللباس اللي كنت بأغلى الأثمان وين السيارات الفارهة وين القصور وين النساء الجميلات وين هذيك المشروبات والمطعومات والمشتهيات والمركوبات والمركبات والمقتنيات والاشياء الثمينه من الساعات واللآلئ والذهب ورا كاملة الحكايه كامله هذوما لا يوجد وانما أنت قيمتك سعيك عند الله سعيك وشك تخدم شفت هذيك انت تنوض من الدار وتروح تخد... تروح للمسجد هذيك هي قيمتك عند الله ربي يقولك هذاك عبدي كان يمشي من البيت للمسجد يريدني يريد رضاي تم قيمتك اي تم قيمتك يشوف يقولك عبدي يروح خرج نحى من جيبه ومد في سبيل الله تم قيمتك عند الله يقول لك عبدي هذاك في ليله ظلماء ناد خرج وراح مشى صلى في المسجد وعاود ورجع. في ليله بارده ناد توضى وصلى قام الليل يبكي ويتضرع الي، تم قيمتك عند الله. يقول لك عبدي هذا ترك ترك شهوة كظم غيظا كتم حقدا بر والدا خدم اما احسن الى جار، هذا قيمتك، هذه قيمتك عند الله. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وكان يقول لك ربي أنت ليس لك قيمة إلا في سعيك يا عبادي إنما هي أعمالكم وفيها لكم ولهذا الآن إحنا قيمتنا ليس في أعمارنا شحال عشنا ما كيفاش عشنا مرضنا ما مرضناش سعينا خدمنا خدمتك ولهذا الآن لما يموت الإنسان ربي سبحانه وتعالى قد يكتب للإنسان سعيا آخر إنا نحيي نحي نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وش خلاو الأثر متاعك هو قيمتك كم من واحد ميت ميت وكم من واحد حي حي كان الناس ميت عايش معانا ميت أناني يأكل يشرب ولا ذكر له صح ما راهوش يضر الناس ما يضر حتى واحد صح لا ينفع أحدا وليس له بصمة في الحياة كالميت وكاين ناس نوع من من الناس حي حي كي كان حي موجود في وسطنا ما شاء الله فرحانين به وكي مات خلى اثار ما شاء الله فرحانين به كل علماء شوف اليوم انا نذكروهم ونقراو كتاباتهم ونسمعوا امورهم ما شاء الله علماء يعني حاجه عظمه من الحياه مش فرق مش نفس الشيء فرق بين هذا وهذا عاشوا وعاشوا ولكن هذا حي حي وهذا ميت ميت مات كي كان ميت في الحياة وكان ميت دركا تحت القبر كيف كيف يعني ما أثرش ما خلاش بهكذا حاجة فراغ كي مات ولا عادي ما, يعني ما كنتش قيمة عنده مش فينا في جامعة فينا ما شفناه في جامع ولا شفناها ما عندوش حتى قيمة في الحياة لأنه كان يأكل ويشرب عادي كان عبارة عن إنسان زايد في الحياة وخلاص أما كان بعض الناس ما شاء الله وجوده في الحياة يموت يخلينا مكان فارغ في الجامع نتأثروا به عنده أثر يعني في الحياة عنده أثر لانه كان انسان ذاكرا لله تبارك وتعالى فاذا وان ليس للانسان الا ما سعى عندها حكم ثاني ومعنى ثاني وشنو هو؟ انه واحد فينا ما يقدر يلحق حسنه لواحد اخر الا باذن من الله لذلك العلماء يقولون الاصل شوف هذه القراءه اللي تلحق للميت والعمره على الميت وكذا هنا ندخلوا في الموضوع هذا الموضوع الفقهي هل انا نقدر نلحق حسنات لواحد ميت؟ هل انا نقدر ننفع واحد من العائله مات لي؟ نقدر ننفعه؟ واش نقدر ننفعه هنا فهم معايا مليح نبسط لك المساله نبسطها لك كما بسطوها لنا العلماء جزاهم الله خيرا الاصل الاصل ان ليس للانسان الا ما سعى هذا الاصل هذا هو الاصل يعني نبداو منا نديماريو منا ان كل واحد ما يقدر يلحق حسن الواحد الا الا واش جاتنا احاديث يعني حتى تجينا لوطوريزاسيون الاذن من الله تقدر تعطيله تقدر تمدله وانت تقدر تمدلو وانت تقدر تمدلو هكذا اما العكس الاصل الاصل واش هو كل واحد يخدم على روحه هذا هو الاصل في الحسنات والسيئات ومن بعد كاين عندنا واحد البوابات اللي ربي يفتحهم لنا الاصل الاول العام ان كل واحد راح يدي الحسنات تاعو فقط واحد ما يقدر يلحق الاخر الا بطرق الامر الاول قضاء الدين كما جاء في حديث النبي عليه الصلاه والسلام في حديث الدائن الرجل المدين الذي قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم وثم تبرع أحد الناس في زمن الرجالة تبرع أحد الناس قالوا صلي عليه رسول الله أنقضي عليه الدين أنا نقضي عليه الدين وهذه خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام ولا يجوز لأحد أن يترك الصلاة عن مسلم لعذر آخر خاصة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام قال فإن صلاتي صلاتي ربي ينور قبورهم بصلاة عليا صلاة الرسول عليه الصلاة عليه خاصة لأنه كي جبد روحه النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على المدينة شكون خلاه يصلي؟ أبو بكر وعمر وعثمان كانوا رجال كبار يصلوا وراه قال لهم صلوا عليه النبي عليه الصلاة قال لهم أنا ما نقدرش نصلي عليها عنده دين لأني أنا النبي والنبي عليه الصلاة والسلام عنده خاصية كيصلي كي على الميت جنة ثم أنا ما نقدرش ندخل روحي في واحد كيما هذا لأني أنا عندي حاجة خاصة أنا نجبد روحي بصح ما كيما انايا انا انايا هكذا أناي انا الطاهر انا نقول لك هذا صلوا عليه عليه دين انا انا شكون انا شكون تسمى انا نبي لذلك ما يجيش واحد يقول لك اسمع هذاك انايا ما نصليش عليه انا نخرج ما نصليش عليه على ما نصليش عليه يقول لك زجرا لغيره يا رجل شكونتا؟ 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 شكون انت شكون انت شكون عطاك هذا الاذن هذا منين وين راه وين راه موجود هذا وين منين جبتوا هذا في الدين وين موجود وغلطه هذه يديروها بعض الناس يقول لك هذا مات تارك خمر هذا مات مقتول قالوا لي اختار روح ما نصليش عليه هذا هو اللي يستهل الصلاة أكثر منا كاع هذا راه مسلم ولا مسلم اللي يقتل روحه مسلم ولا مسلم مسلم أعطاه ربي واعيد يوم القيامة بالك يغفر له بالك يعطاه يع... وعيد واعيد خوفه باش ما يديرش ذيك الحاجة وممكن كي يسمح له ممكن كي يديرها يسمح له حنا دوك يسمح له ما يسمحلوش احنا عندنا قانون مسلم نصليو عليه وريني يا استثناء وقتاش ما تقدرش تصلي على المسلم وهذه قضيه نسال الله يهدينا فيها كاين الناس يديروا فتن بهذه الاشياء هذه ولذلك شوف الحاجه الاولى انه قضاء الدين تقدر تقضي الدين على اي انسان سمعني مليح اي انسان المبادلات الماليه تقدر انت تنوب على اي انسان ماشي لازم يكون من العائله تاعك ماشي لازم خوك ولا قال مثال واحد والله غير عنده دين خلى عنده فديه في الحج كان عليه واجب وما خلصها خلصها له ومات ما مشكله ولا ماتوا عليه دين ما كان له العائله تاعو حبيت تخلصها انايا قال هذا الدين تاعو عليا انا مش مشكله عادي سما هنايا ماشي لازم من العائله ماشي من العائله هذه وحده ولكن الاولى العائله تاعو هما اللي يروحوا يبادروا الامر هذا لانه ما حش يجروا عليه الناس ما حش دائما يربي الناس يجيب له ناس الدين قضاء الدين الحاجه الثانيه وشنو هي؟ الحاجه الثانيه هي قضاء الفوائت من الصيام والنذر فقط الصيام والنذر واش معناتها صيام والنذر من مات وعليه صوم قال شوف قلت لك غير من برك لانه علاش عندنا القانون الأصلي يمنع ان لا تزير وزيره وزيره اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى او منعنا القانون تاع ربي باش نقدروا نقدموا حاجه لواحد ميت بس دوك واش رانا داخلين انا دخلين نندول نندول في وين في الاذن تاع ربي ادينا الاذن تاع الدين الدين الاول وزدنا الدين الدين تاع الاذن تاع ماذا تاع الصيام من مات وعليه صوم فليصوم عليه وليه ويجوز في الصحيح اذا كان ما واحد من العائله يقدر يصوم عليه صوم عليه واحد اخر براني مش مشكل. خلاص هذا الصوم ما عندناش مشكل فيه. من مات وعليه صوم مات عليه صوم. بصح هنا يا اخواني الكرام باش نزيد نمدوا الفائده مليح هذا اللي مات وعليه صوم وشنو هو الصوم هذا؟ كان مريض قبل ما يموت كان مريض قبل ما يموت يعني الايامات الاخرين تاعه ما صامهمش لا لا هذوك تفدي تعطيه عليه ماكله لانه ما كانش قادر يصوم وعليه فديه هذاك الانسان معليش قضاء في الامور اللي فاتوا بالك عنده رمضان اللي فات ولا كذا مراه كانت ربما ما طاهره ولا قال المثال هذيك المراه هذيك فتره سبع ايام ولا ثمانيه ايام ولا ومازال ما قضاتش خاصة النساء خاصة النساء أي امرأة لازم دائما توثق شحال عليها من يوم دائما توثق قدر الله ماتت تصوم عليها خواتاتها ولا ناس أخرين يصوموا عليها ماشي مشكل اي واحد يقدر يصوم عليها ولكن حنا قال فلان انا راهو عنده سبع ايام ولا ثمانيه ايام ما صامهمش واحد الوقت ومازال ما في ليومنا هذا حنا نصوموا عليه واذا كان انسان مات وقبل ما يموت مات كان يفطر لانه مريض في هذا الانسان عنده فديه نخرجوا عليه طعام هذا ما نصوموش عليه اذا من مات وعليه صوم فليصوم عليه وليه والنذر ثاني نذر واش النذر كالدين قال يا, رس يا رسول الله ان ابي مات وعليه نذر قال اقضي عليه نذره او وفي عليه نذره وش يدير معناتها؟ معناتها يروح واحد قدر الله قال انا لو كان آه وليدي مثال فلان يبرى نذبح عشر كباش وهذاك الاب مات وبرى الولد برا برا الولد الان هذاك الولد برا قبل ما يموت الاب والاب من بعد مات ما وفاش النذر هذا ما وفاهش فالان هذاك الانسان يتذكر قال يعني بابانا عنده نذر راه نذر عند ربي بل خونا فلان وكان يبرى راح يذبح عشر كباش وبرا خونا بابانا ما دارش هذاك الشيء ومات اذا حنا واش نديروا؟ نروحوا مباشره نوفيوا هذاك النذر هذاك النذر عندنا الان هنايا نقدروا ندخلوا ونلحقوا هذيك الحاجه الميت هذاك والامر الاخر واش هو؟ الامر الاخر بعض العلماء يحشرها غير في هذه الربعه الأمر الآخر ما هو وهو ما يسمى بالعمرة أو الحج وهذا كذلك من جبنا الإذن تاعو جبنا الإذن تاعو مع عند النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمع رجلا قال في حجة الوداع قال اللهم لبيك حجة على شبرمة قال من شبرمة قال ابن أخي أو في رواية ابن أخي لي قال هل حججت على نفسك من قبل قال لا قال أحجج على نفسك ثم أحجج على شبرمة يعني وش معناتها معناتها تقدر تحج على انسان اخر اللي نسميوه احنا اليوم حج البدل حج البدل هذا يجوز بالمال في تفصيله الان لما تحج على انسان اخر حتى ولو ما يكونش الاب نتاعك ولا امك ولا اختك ولا اخيك ولا اي واحد حتى ولو كان انسان صاحبك براني ما تعرفوش كذا بعيد حبيت تدير عليه عمره ولا حجه يشترط لك الشرع واحدة حاجه واحده انك انت تكون حجيت واعتمرت من قبل فقط كون درت هذاك الشيء من قبل الان راح تديرها على هذاك الانسان اذا عندنا اربعه اشياء الباقي الباقي كل العموم الذي ورد في الاستغفار والدعاء استغفار الدعاء ما كاش يا اخواني الكرام ولذلك الامام الشافعي رحمه الله يقول بهذه الايه فيها دلاله على تحريم قراءه القران للاموات يعني ما تقدرش تقول نقرا قران احنا نقرا سوره البقره وننويها الباب اللي مات كاش هذه ما كاش ما عندناش فيها ما عندناش شتو هذوك اللي ديناهم لي زوتوريزاسيون اللي ديناهم الاذن عند ربي فالصوم والنذر والدين وكذا ما عندناش فالقائمه ما عندناش يعني هي صدقه عادي صدقه داخله الان لانه الصدقه الاصل فيها شوف صدقه جزاه الله خير ذكرني فيها شوف الصدقه صدقه درك بابك حي بابك حي شفت كيف تخلص الواحد قهوه في القهوه باش نبسطها لك شفت واحد في القهوه تحب تخلص له انت قهوه غني فقير حبيت تخلص له انت قهوه مقبوله عادي مش مشكل نفس الشيء صدقة دوك انسان حي بابك يمك اختك واحد براني بعيد عليك مهما كان هذا الانسان حبيت انا تلاقيت معك حبيت صدقه نويتها عليك مش مشكل عادي وانت حي عادي عادي فالصدقه جائزه في الاحياء والاموات اي واحد دوك انت الموتى هذو ربي يرحمهم ينور قبورهم وسائر موتى المسلمين دوك انت وقفت هنا في هذه المقبره هذه هكذا وجبت حطيت مليار تبني به مسجد ولا 100 مليون ولا حطيتها قال انا نويتها على الموتى هذوك كاع اللي في المقبره هذه كاع كاع كيما راهم ربي يوزع عليهم كامل الاجر كيما كامل كامل كيما راهم بلا ما تروح تحسب شحال بلا كيما راك هكذايا تقول هذه الموتى اللي راهم هنا كامل كامل صدقه في سبيل الله هذه 100 مليون حطها في الجامع صدقه يبنوا بها المسجد ولا في سبيل الله لهذا المتكامل كامل تدي انت الاجر ليك وياخذوا كلهم الاجر هذوك الناس اللي راهم موجودين فالان الصدقه الاعمال الماليه يجوز فيها التبادل عادي ماهيش مشكله يجوز عادي ولذلك الان العلماء واش يقول لك؟ يقول لك اما في الامور اللي هي تعبديه مخصصه كما مثلا الصلاه تقدر تقوم الليل تقول هذا قيام ليل باش يديروه لي في القائمة عند بابا في الأعمال تاع بابا ما تحسبش بصح ربي يحسب يحسب لك أنت كولد صالح يحسب الأجر لأبيك يحسب لك في الأعمال تاعك كاملة يعني بصح باش, قراءة القرآن ولا قيام الليل ولا الصلاة ولا العيد كاين ناس ميت ميت يذبح له العيد يقول لك نحن نذبح العيد العيد واجب على الحي يوم العيد هذاك الحكم الشرعي اللي قال بالوجوب ولا سنه مؤكده هذاك الانسان اللي راهو حي اما الميت موش مطالب بالاضحيه يوم العيد علاه تذبح له تذبحلوش ما عندكش حديث ما ولذلك الان ليس للانسان والليس للانسان الا ما سعى باش يبقى يخدم الانسان على نفسه واما ال ال قالنا باسم ان اطيب مما اكل المرء من كسب يده وان وان الولد من كسب يده يعني وليدك من كسب يدك وليدك من كسب يدك من المعنى العام اللي خداوه العلماء واش قالوا قالوا الولد من كسب يديه لأنه الولد صالح ولد صالح لما يكون إنسان ولد صالح وش راهو يدير الخير كامل تكميت نكتب ما قدموا وآثارهم وش راهو يدير الخير كامل يلحقك إيه أنت ولذلك شوف الآن الأحاديث دلت على أن الأصل في الإنسان العلماء نبهوا على زوج حوايج في المسألة هذه قالوا كم هي كثيرة الأسئلة يقول لك أنا نقرأ القرآن في رمضان على والدي قال علاه ربي سبحانه وتعالى ما درناش اقرا ومد لوالديك صلي الليل ومد لوالديك تولي انت العمل تاعك والاصل في الانسان في اعمال الاخره تبدا بروحك وخلي الاجر يلحق الوالدك وحده تبدا بروحك انت انوي كل شيء نفسك وبعد ذلك يسيلك الامر للوالدين الا فيما ادنى فيه الشرع ولذلك الشافعي يقول هذا يدل على ان الانسان ما يهدي يهدي القران الكريم يقول لك هذه سوره الكهف ذوك اليوم نهديها الأمي نقراها الأمي وكاش هذه ما عندناش احنا في ديننا يعني ليس للانسان الا ما سعى والحاجه الاخيره اللي نقدر ننبهوا عليها وش هي ان في قضيه ان ليس للانسان الا ما سعى يعني احنا اعمالنا اللي نعملوها قال العلماء ان الاصل في الانسان ياتي الى الاحاديث التي دلتنا يعني احنا يا مستحيل مستحيل الدين تاعنا ما يعطيناش طريق كيفاش نكرموا والدينا والموتى تاعنا اللي ماتوا مستحيل واش درنا خيرنا افضل طريق نقدروا ننفع به الموتى وشن هو ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان وقل ربي اغفر وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الرجل لا يكتب تكتب له المنزله في الجنه يعني المنزله العاليه في الجنه باستغفار او بدعاء ولده له يعني ما كاش حاجه ينتفع بها الوالد او الوالده مثل الدعاء خاصة الدعاء الاستغفار شوف ربي اغفر وارحم مهمة جدا هذه ربي اغفر اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة يعني ربي اغفر لوالدي والدي وارحمهما كما ربياني صغيرة هذه من أحسن ما تفعله أنت لوالديك ومن بعد دير لهم صداقه تعمل اعمال الخير تلحقهم هذه هذه مهمه بصح ما كاش حاجه سريعه سريعه وتنتج وتخليك يعني بسرعه انك تقدر تمد بسهوله هي هذا الاستغفار والدعاء شوف شحال سهله انك تدعو بالمغفره لوالديك وللاسف يا اخواني الكرام للاسف ان نقول لكم هذه الحاجه كاين بزاف ناس عندهم شحال من اللي ماتوا والديهم عمره موقف على قبر والديه باش يدعو له بالرحمه والمغفره نساوهم والديه نساهم عامين ثلاث سنين شغلته الدنيا الى شغلتك الدنيا عن والديك راهي شغلتك عن نفسك اكيد اكيد راك منسياتك نفسك انت وكيما نساتك والديك ومنسياتك نفسك راح يساوك ولادك ولذلك كما تدين تدان ولهذا يجب على كل واحد فينا ان يتذكر الموتى هذوك وقف عند قبره وادعو له بالرحمه والمغفره راهم يستناو فيك هذوك الناس ماشي الزيارات البدعيه تاع العيد والجمعه وانسى برجة دايرين رايحين جايين شو تحويسة لداخل حط شويه ورد وحط الطاس دير اللي فيه الماء وغرس شويه هذيك خدا وكذا كذا وروح ماشي هذا هو الدين تاعنا الدين تاعنا انك تبكي لله ان يغفر لهذا الميت وان ينور قبره ويجعله روضه من رياض الجنه نسال الله ان يغفر لنا ولهم وان يرحمنا ويرحمهم والله اعلم والحمد لله رب العالمين